والله أنا حقيقة بعد هذه الهجمة الكبيرة والتصدي الكبير اللي صار تاريخيا وحتى التصدي اللي صار في الفترة الأخيرة خاصة بعد الثورة إلى غير ذلك هنالك تصدي، لكن الحقيقة هو تصدي منقوص. لماذا؟ لجانبين. الجانب الأول هو أنه الفكر الوهابي هو فكر مستثمر أموال طائلة في هذا الصدد، وطبعا هو يحاول باش يقوم بعملية الغزو، وفما ناس هنا سهلت العملية هذه وهذا نعرفوه من خلال حرق يعني مقامات الأولياء، وتفكروا الناس الكل حادثة الأليمة في سيدي بوسعيد وغيرها من المقامات. ثم الجانب الثاني هو توزيع الكتب ويعني تولية الأئمة وهؤلاء الشيوخ اللي وجدوا بالبارة والجمعيات وغيره، هذا الكل صار طبعا مع يعني وطأة الإرهاب اللي هو خلى الناس تراجع أنفسها وتقول هاي المصدر متاعه ولا مكشوف. فما تصدي، لكن صراحة التصدي هو على مستوى الشعبي موجود، الناس فزعت وحنت وجابت كما قلوا قزرية دهن سيدي بوسعيد وجات ودهنت ووقفت وتصدات إلى غير ذلك، لكن على المستوى الاستراتيجي والاستشراف الحقيقة نراه ما فماش يعني توجه، لأنه احنا مثلا عندنا مؤسسات دينية، عندنا مؤسسة جامعة الزيتون اللي تخرج في جامعة الزيتون الأتراك والقتاليين هنهارين جابوا لها رصيد من الكتب السلفية رهيب جدا رهيب. إذا هذا عن المجلس الإسلامي الأعلي اللي هو يعني بلا دور، عندنا وزارة الشؤون الدينية اللي هي هنشوفوا فيها في ظرف تقريبا 6 سنوات مروا عليها حوالي 9 وزراء إذا كان ذاكرتي طيبة، ثم عندنا كذلك دار الإفتاء مع الجهود الكبرى لسماحة المفتي شيخ عثمان البطيخ لأنه كانت عنده مواقف واضحة، لكن رغم هذا اليوم في حاجة إلى مجلس أعلى الإفتاء أقوى من 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 مفتي فرد، لأنه نحتاج اليوم إلى الطبيب المختص، نحتاج إلى رجل الجباية، نحتاج إلى رجل القانون في مجلس أعلى الإفتاء. هذه المؤسسات والدولة لا بد من الدولة باش يكون عندها يعني مشروع استشرافي لمواجهة هذا المد الوهابي. ثم ما تنساش عنا مدود أخرى، عنا المد الشيعي ما ننساوش، كذلك عنا مد ما يسمى بعبادة الشيطان وشفناه، عنا كذلك اليوم فما مد جديد باش يبدأ اللي هو مد الأحمدية. الأحمدية هي القاديانية اللي هي جايتنا من 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 الهند وموجودة في الجزائر الآن بشكل يعني بدأت حتى يعني الدولة الجزائرية اليوم قاعدة تعمل في حملات للتصدي لهذا. هذه غير البهائية معناها؟ يعني القاديانية. القاديانية. نعم. فهمتي. وعندهم أموال طائلة. وعندهم أموال طائلة لأنه هي مشروع تم في الهند في بمباركة الإنجليز تاريخياً. كان يعني صاحبها مؤسسها اسمه أحمد غانم إذا على ما أذكر، وهو يعني نوع من يدعي النبوءة ويعتبر كونه لا النبوءات لم تختم إلى غير ذلك، يعني فيه فلسفة كبرى، وهذا من أصله لضرب الثوابت والعقيدة، ولكن لابد من عمل استشرافي ولابد من استثمار، لأنه حقيقة هنالك بعض المحاولات اللي هي محاولات فردية ولكنها يعني قاصرة وعاجزة حسب رأيي الخاص، ولابد باش تخافوا على أجيالنا الجاية لأنه باش نلقاو روحنا في زمن ربما هو الصراع الوهابي الشيعي، وينجي وقت من الأوقات ربما أهل السنة وهذا الإسلام المعتدل قد يهدد بالخطر، ولكن احنا ديما عنا اعتقاد في ربي سبحانه وتعالى والله متم نوره لو كان الكافرون. بلاد محمية ان شاء الله محروسة. وين المؤسسة التربوية فيها؟ المؤسسة التربوية ايضا هنالك يعني غياب كلي في المؤسسة التربوية للجانب العقيدي، لانه يعني وقت نرجع احنا نشوفوا برامج التربية الدينية، خلي من البرامج التربية الدينية احنا كيف نقارن رواحنا باليابان او بالالمان، اليوم الالمان دخلوا كمادة اساسية العلوم الدينية، اليوم دخلوا اللغة العربية، اليابانيين عندهم يعني مادة تدرس من السنة الاولى الى الجامعة مادة الاخلاق، هذا الكل لابد مش باش يعني حتى الاصلاحات اليوم التربوية الموجودة في الاصل هي اصلاحات على مستوى القشور، وقت اللي باش نجيو نشوفوا الإصلاحات على مستوى الجوهر نلقاو الحقيقة الجانب هذا القيمي غايب. كذلك قاعدين نشوفوا احنا وسائل الإعلام ما ننساوش الدور متاعها وين وبالضبط، لأن يعني وسائل الإعلام حتى مع يعني مع الأسف هي وسائل الإعلام على المستوى الديني التوعوي هي يعني وسائل مناسباتية، ضرب الإرهاب يناديه الشيخ يتحدث كلمتين ويروح، ثم من بعد نستناو في رمضان باش نعديه مع شقال فترة حويجة والعقاب الليلة حويجة، الحقيقة يلزم فما يعني نوع من المتركاج اللي يقول صحيح يعني هذا يحكي بشكل دائم طبعا، وهذا دون ما قاعد يصير في اوروبا الحقيقه. اوروبا هنالك يعني عمل كبير، هنالك جمعيات صحيح فما جمعيات مشبوهه هذا ما ننساوش، ثم وعي كبير. ثم وعي بجانبين بالجانب الديني وبالجانب الصوفي ايضا، لانه وقت اللي لوجوا قالوا انه الشيء اللي نجم يتصدى لهذا الفكر الوهابي المتشدد هو يلزم نغذيه الروح، والروح ما تنجم تغذاها الا بالجانب الصوفي اللي هو فيه قواسم حتى مشتركه مع المسيحيين ومع اليهودين، يعني هو في الاخر بالكل في روحانيات كلنا انسان.